حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمه اذنه رايته في حله حمراء لم ار شيئا قط احسن منه قال يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه الى منكبيه